عرفنا في اللقاء الماضي أن الطاغوت من حيث الاشتقاق والمعنى، والحقيقة تحدثتم أو نقلتم التعريف له أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وكان الحقيقة في الحديث عن السلطة وضعفها وقوة وضعف الإيمان أو قوتهما أو ضعف أحدهما وقوة الآخر. لكن في بداية لقائنا هذا نود أن نعرف ما هي صفة الحكم بغير ما أنزل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يبطل حكم الله ليحل محله حكم آخر طاغوتي، بحيث يلغى الحكم بالشريعة بين الناس ويجعل بدله بدله حكم آخر من وضع البشر، كالذين ينحون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس ويحلون محلها القوانين الوضعية. فهذا بلا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها، وهو كفر مخرج عن الملة، لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق، حيث شرع لعباد الله ما لم يعلم به الله، بل ما خالف حكم الله عز وجل، وجعله هو الحكم الفاصل بين الخلق. وقد سمى الله تعالى ذلك شركا في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. القسم الثاني أن تبقى أحكام الله عز وجل على ما هي عليه، وتكون السلطة لها، ويكون حكم منوطا بها، ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقتضي هذه الأحكام، يحكم بغير ما أنزل الله. فهذا له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يحكم بما يخالف شريعة الله معتقدا أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله، أو معتقدا أنه مماثل لحكم الله عز وجل، أو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله. هذا كفر يخرج به الحاكم من الملة، لأنه لم يرضى بحكم الله عز وجل، ولم يجعل الله حكما بين عباده. الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباده، لكنه خرج عنه وهو يشعر بأنه عاصي لله عز وجل، إنما يريد الجور والظلم للمحكوم عليه لما بينه وبينه من عداوة، فهو يحكم بغير ما أنزل الله لا كراهة لحكم الله ولا استبدالا به ولا اعتقادا بأنه أي الحكم الذي حكم به أفضل من حكم الله أو مساوي له أو أنه يجوز الحكم به، لكن من أجل الإضرار بالمحكوم عليه حكم بغير ما أنزل الله. ففي هذه الحال لا نقول إن هذا الحاكم كافر، بل نقول إنه ظالم معتد جائر. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباد الله، وأنه بحكمه هذا عاصي لله عز وجل،
لكنه حكم لهوى في نفسه لمصلحة تعود له أو للمحكوم له، فهذا فسق وخروج عن طاعة الله عز وجل. وعلى هذه الأحوال الثلاث يتنزل قول الله تعالى في ثلاث آيات: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا ينزل على الحالة الأولى، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ينزل على الحالة الثانية، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ينزل على الحال الثالثة. وهذه المسألة من أخطر ما يكون في عصرنا هذا، فإن من الناس من أولع وأعجب بأنظمة غير المسلمين حتى شغف بها، وربما قدمها على حكم الله ورسوله ولم يعلم أن حكم الله ورسوله ماض إلى يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق عامة إلى يوم القيامة، والذي بعثه سبحانه وتعالى عالم بأحوال العباد إلى يوم القيامة، فلا يمكن أن يشرع لعباده إلا ما هو نافع لهم في أمور دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة. فمن زعم أو توهم أن غير حكم الله تعالى في عصرنا أنفع لعباد الله من الأحكام التي ظهر شرعها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالا مبينا، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى رشده وأن يفكر في أمره. لكن ذكرتم في الظالم والفاسق أشياء متقاربة تقريبا فيما نتصور أو تكون متداخلة، وهي أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أن حكم الله أفضل، لكنه يريد أن يتشفى لنفسه من أحد أو يطبق حكم على شخص ما جاء عن الله عز وجل، وبين الذي يحكم أيضا وهو يعلم أن حكم الله هو أو يعلم بحكم الله عز وجل ويعلم أنه هو الحكم السديد، لكنه لمصلحة في نفسه أو لهوى لنفسه أو ليوافق أيضا هوى للمحكوم عليه أو ينفع المحكوم عليه، ما الفرق بينهما؟ نعم، الفرق بينهما أن الذي نصفه بأنه ظالم حكم لطلب العدوان على المحكوم عليه وإن لم يكن له فيه مصلحة ولم ينظر إطلاقا إلى مصلحة المحكوم له، لكن أهم شيء عنده هو الجور والظلم بالنسبة لهذا المحكوم عليه. لا. أما الآخر فهو نظر إلى مصلحة المحكوم له ولم يكن يشعر في نفسه أن يظلم ذلك الرجل المحكوم عليه، ولهذا لا يفرق في المحكوم عليه بين أن يكون فلانا أو فلانا، لأنه إنما يريد مصلحة المحكوم له أو يريد أن يجر إلى نفسه هو منفعة أو ما أشبه ذلك. فهذا هو الفرق بينهم. حياكم الله. مما يدخل في أصول الدين أيضا بعض العادات التي تنتشر بين الناس، ولعل منها الكهانة، فنود في لقائنا هذا أن نعرف ما هي الكهانة. الكهانة فعالة مأخوذة من الكهن، وهو التخرص والتماس الحقيقة بأمور لا أساس لها، وكانت في الجاهلية صنعة لأقوام تتصل بهم الشياطين وتسترق السمع من السماء وتحدثهم به، ثم يأخذون الكلمة التي سمعوها من السماء، بل الكلمة التي نقلت إليهم من السماء بواسطة هؤلاء الشياطين، ويضيفون إليها ما يضيفون من القول ثم يحدثون بها الناس. فإذا وقع الشيء مطابقا لما قالوا
اغتر بهم الناس واتخذوه مرجعا في الحكم بينهم وفي استنتاج ما يكون في المستقبل. ولهذا نقول الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، والذي يأتي إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأتي إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه، فهذا محرم وعقوبة فاعله ألا تقبل له صلاة 40 يوما كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. القسم الثاني أو الحالة الثانية أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبر به، فهذا كفر بالله عز وجل، لأنه صدقه في دعوى علم الغيب، وتصديق البشر في دعوى علم الغيب تكذيب لقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وتكذيب خبر الله ورسوله كفر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث أو الحالة الثالثة أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ليبين حاله للناس وأنها كهانة وتمويه وتضليل، فهذا لا بأس به. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بابن صياد أو أتاه ابن صياد فأضمر له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في نفسه، فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا خبأ له، فقال: الدخ، يريد أن الدخان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. هذه حال من يأتي، أو هذه أحوال من يأتي إلى الكهان ثلاثة: أن يأتي فيسأله بدون أن يصدقه وبدون أن يقصد امتحانه وبيان حاله، فهذا لا محرم، وعقوبة فاعله أن لا تقبل له صلاة 40 ليلة. الثانية: أن يسأله فيصدقه، وهذا كفر بالله عز وجل، يجب على الإنسان أن يتوب منه ويرجع إلى الله عز وجل، وإلا مات على الكفر. الحال الثالثة: أن يأتيه فيسأله ليمتحنه ويبين حاله للناس، فهذا لا بأس به. لا، شكرا، أثابكم الله.